أكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيليوني على عدم فعالية النظام الموروث عن اتفاقيات القوى الاستعمارية قبل 100 عام، وقال رئيس الحكومة بحسب وكالة إيك الإيطالية أمام مجلس الشيوخ: نحن بحاجة إلى نظام جديد في منطقة المتوسط والسعي لمواجهة الأزمات والكفاح ضد الإرهاب والإتجار بالمهاجرين. وأشار جنتيليوني إلى أن الحديث عن هذا النظام الآن في ظل الصعوبات والأزمات الراهنة يبدو خياليا، منوها إلى أن الحالة الاجتماعية الجديدة في منطقة المتوسط تحتاج بيئة أكثر استقرارا.